اتكتب عليا قد ايه؟ الحمد لله عمري في حياتي ما اترفع عليا قضيه، ولا عمري في حياتي شفت بوليس ولا شرطه ولا الكلام ده خالص، من كتر الكلام اللي اتقال، ولا اي حاجه. خلي اللي يقول يقول، وكده كده انا بقيت بتعامل مع ربنا بعد اللي انا شفته من الناس. انا بقيت اتعامل مع ربنا. طب قول لي عمرو، ليه الخبر النهارده طلع كده وانتشر ان انت تم فسخ التعاقد معاك؟ ايه السبب؟ وليه ما كنتش بتلعب الفترة اللي فاتت؟ وليه انقطعت عن التدريبات؟ وضح لينا كل هذه الامور. انا عايزك، لا انا موجود مع الفرقة. حلو. وانا بس انا يعني انا عايز اجيب لك، حابب اجيب لك ورقة كده رسمي، عشان انا بقالي فترة بتعالج من ايام الرجاء. ايوه. انا من ايام الرجاء انا بتعالج نفسيا، يعني انا ما كنتش عايز اقول الموضوع على الهواء، بس انا واحد بتعالج نفسيا. عندي ديبريشن وانا واحد بتعالج نفسيا. بقالي فترة يعني، هو عشان انا تعبان نفسيا فالناس بقى تهري يعني الناس، عشان انا واحد تعبان نفسيا. التعب النفسي ده اوحش من اي حاجة في الدنيا. ربنا يشفيك ويعافيك والله. والله العظيم انا عايزك بس تتقل يعني فرفو قمة الاحترام. الناس وقفت جنبي وعارفين ان انا تعبان. على فكرة انا عملت تليفون مع الاستاذ جون وقال لي مفيش اي كلام من ده حصل. مستر جون ومستر عز من اكثر الناس المحترمه اللي اعرفها من وانا صغير، هم اللي مربيني. فالناس واخديني، والناس حاطين امل فيا، والناس احترموني يعني الحمد لله ما فيش مشكله حصلت. ليه يعني ليه الناس بتعمل كده؟ انا بقول لك انا بتعالج نفسيا. لا اله الا الله. بتقول لك انا منقطع عن التدريبات. مش عايزين ترجعوني المنتخب؟ خلاص يا ما ترجعنيش المنتخب. انا اتمنى لك كل خير. انت عارف انا الحمد لله واحد متربي وعايز الناس كلها باحسن حال. مش عايزيني ارجع المنتخب يا عم؟ مش عايز ارجع المنتخب. مش عايزيني العب كوره؟ مش هلعب كوره. مش عايزين تخلصوا عليا؟ تيجي خلصوا عليا. انا الحمد لله ان ربنا موجود. انا الحمد لله ان ربنا موجود، والناس كلها اللي سامعاني دلوقتي واي حد هيشوف المكالمه ومش هيشوف، طبعا في ناس هتتريق وناس هتقعد تقول لك مش عارف ايه، لا ده عمرو ورده كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه. ما هو باللي بيسمعوه. طب انا الحمد لله سمعتي قبل كاس العالم، يعني لحد كاس العالم، لحد كره افريقيا اللي حصل فيها مشكله كانت كويسه والناس بتتكلم عليها بالخير. ليه؟ طب ليه طيب؟ يعني ليه؟ يعني والله حسبي الله ونعم الوكيل. ويعني لو مش عايزيني العب كوره تاني يا عم، انا همشي من البلد. انا لو فعلا الناس كده عايزه تخلص عليا ككوره وكنفسيا، انا بتعب نفسيا. انا واحد بيجي لي بانيك اتاك. انا واحد بيجي لي بانيك اتاك. انا ما ينفعش اقول الكلام ده على الهواء. انا واحد بيجي لي بانيك اتاك وباخد ادويه من ساعه المشكله اللي حصلت لي. انا واحد باخد ادويه. طيب مسؤولي فاركو عارفين ان انت بتتعالج؟ طبعا عارفين ان انا بتعالج. انا واحد عندي 30 سنه دلوقتي. انا ممنوع. انا واحد كنت ممنوع زمان ان انا اتكلم في الميديا، وانا اصلا مش بتكلم في الميديا. انا مش بحب اتكلم مع اي حد خالص، وانت عارف كده كويس. بدل ما الناس تبقى جنبي، يلا ورده فوق ان شاء الله عشان ترجع المنتخب وكسر الدنيا باذن الله، تيجي تقولوا عليا كذا وكذا وكذا وفسخ عقد ومش عارف ايه. طب ليه؟ طب طالما دي فين الضمير؟ طيب ما هو ده ما حصلش. لا اله الا الله. والله العظيم ده ما حصل. ما هو لو حصل انا هطلع اقول ان يعني انا لو حصل حاجه حصلت قبل كده يعني غلط مني وانا صغير، انا اسف يعني. هو عادي وانا اعتذرت قبل كده. بس تعين خلاص عليا، خلاص وحياه ربنا عادي. بس انا عايز اعرف ناس ان ربنا بيسامح، ولازم الناس تبقى عندها ضمير. انا الحمد لله من عيله محترمه ومن عيله كويسه. انت والدك كابتن ورده يعني، والناس كلها عارفه كده كويس. اسطوره كبير يعني، الناس كلها عارفه كده. انا عايز اهلي يعني، انا عايز اهلي يبقوا فخورين بيا تاني. يعني النهارده اهلي بيكلموني عمرو انت بجد فسخت عقدك، وانا مش عارف ايه اللي بيتقال ده. وانا واحد يعني، انا واحد كل 3 4 ايام عندي دكتور، بروح دكتور نفساني وباخد ادويه وباخد مهدئات عشان انا تعبان نفسيا. ليه النهارده الصحف في اليونان وفي قبر تكتب عليا كذا كذا كذا؟ ليه طيب؟ انا هدفي ان انا ارجع اوروبا تاني وارجع المنتخب. انتوا مش عايزيني العب، انتوا مش عايزيني العب كوره. انا والله العظيم ما هلعب كوره تاني لو مش عايزين. انا ما عنديش اي مشكله.